النهوض بعمليتي التطوير والتمويل من خلال خطة عمل وضعت برؤية حكومية نيابية. أبرز الأهداف في المرحلة المقبلة بالنسبة لصندوق رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد إقرار التعديلات التشريعية عليه. تناقشنا أن هناك أيضا بعض الأمور التي من الممكن أن تكون في لائحة داخلية أفضل منها تكون بالصندوق، منها بعض التعريفات، منها بعض الأمور، فكان مجمل الحديث عن هذه التعديلات، وأيضا تكلمنا في بعض القوانين وخطة العمل يعني الفترة القادمة. هناك أيضا قوانين إما برؤية حكومية، وأيضا موجودة قوانين كرؤية اللجنة، منها على سبيل المثال تفعيل موضوع 10% الخاص بقانون المناقصات اللي المفترض يستفيد منه أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة، وتناقشنا أيضا هذا يعني كان من ضمن محاور على جانب الاجتماع تخصيص محطات الوقود اللي كانت مطروحة من الفترة الماضية. فإن شاء الله هذا الاجتماع من ضمن اجتماعات أخرى، إن شاء الله راح يكون عندنا اجتماع آخر يوم الاثنين، يعني محاولة منا أن يعني نقرر القانون ليكون على جدول أعمال الجلسات القادمة. التعديلات المقترحة تضمن قدرة الصندوق على المشاركة الفعلية وتطوير الكوادر الفنية مباشرة دون اللجوء للدورة المستندية الطويلة. عندنا تعديل على صندوق قانون صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، 7-8 تعديلات من المفترض أنها يعني هذه تفتح أعمال الصندوق وتخليه أكثر مرونة، ويستطيع أن يوفر كوادر يستقبل فيها طلبات المبادرين، ويستطيع أن يشارك المبادرين بدل فقط أن يعني يتوقف عند التمويل، يستطيع كذلك أنه يعين مباشرة من غير ما يدخل في موضوع ديوان الخدمة، ولأن المشكلة أن هذا النوع من الموظفين هو نوع تأخذ بتخصصه ما تستطيع أن تعتمد فيه على ديوان الخدمة وليك من ترشيحات، هذا لازم تختبره وتقعد معاه وتقابله وتوظفه مثل ما يصرف هيئة أسواق المال، مثل ما يصرف هيئة الاتصالات بهذه الطريقة، لأن نوعية الموظفين اللي تحتاجهم ما هي نوعية إدارية عادية، لازم يكونوا أصحاب خبرة وأصحاب اطلاع على مشاريع مالية وقدرة على تقييم دراسات الجدوى وغيرها. التوافق النيابي الحكومي حول أهمية التعديلات هدفه رفع كفاءة المبادرين من الشباب الكويتي وإزالة كل ما يعرقل مشاريعهم. نواف الشراكي، تلفزيون دولة الكويت.